السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. النادي الأهلي وصنع الأزمات حول لاعبي النادي الأهلي وخروج الإشاعات حوالين رحيل أو أزمات أو مشاكل بين لاعبي النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني للنادي الأهلي، لعيبة كتيرة عايزة تمشي، لعيبة كتير عايزة، ده الكلام اللي بيصار من خلال المواقع الصحفية وبعض الجرائد. اتكلمنا النهاردة عن حسين الشحات، اتكلمنا عن محمد هاني، اتكلمنا عن لعيبة كتير، التعاقد مع أحمد المحمدي، اتكلمنا عن باسم علي ولجنة التعاقدات أو لجنة التخطيط النادي الأهلي وأزمات، يعني ثلاث لعيبة النهاردة غير قبل كده. اتكلمنا عن معظم لعيبة النادي الأهلي، ودلوقتي الكلام عن مؤمن زكريا وعمرو جمال. مؤمن زكريا عارفين كلنا أزمته من بعد النادي الأهلي ما كان في يناير تقريبا اللي فات، كان حصل إعارة لمؤمن زكريا في نادي أحد السعودي، وحصلت مشكلة مع مؤمن زكريا في نادي أحد السعودي. الراجل راح وعملوا له وقع عليه الكشف الطبي وكل حاجه، وراجل 100 فل و10 وحضر التمرينات واتمرن، لكن مع الوقت قال لك نادي احد السعودي طلع بيان وقال لك ان مؤمن زكريا عنده اصابه مزمنه، وفسخوا التعاقد بالتراضي، لكن بطريقه يعني اللي تم الاعلان عنها عن مرض مؤمن زكريا بطريقه سخيفه من نادي احد السعودي. يعني المفروض يعني تحافظ على اللاعب، لا ما عندوش اي حاجه، لكن لما تطلع الاعلام تقول كده يبقى انت بتشوه سمعه اللاعب او بتخلي الراجل يبطل يقعد في البيت. يعني مؤمن زكريا رجع، كان في كلام عن ان الاهلي ممكن يعمل له اعاره لفنلندا، لكن عقد مؤمن زكريا مع النادي الاهلي. مؤمن زكريا حاليا زي ما قال سيد عبد الحفيظ متواجد مع النادي الاهلي، ومفيش اي مشكله خاصه بمؤمن زكريا. بالنسبه لعمرو جمال، عمرو جمال برضه تم طرح السؤال على عمرو، بالنسبه لعمرو جمال على سيد عبد الحفيظ وقت ما كان اسلام الشاطر مستضيف سيد عبد الحفيظ، وساله عن عمرو جمال وبيشاركش، قال لك الراجل كان عنده اصابه مش عارف شد في العضله ايه، وبدا يتمرن وعلى بدا يرجع الاصابه اتجددت تاني، وعمرو جمال لسه ليه سنتين مع النادي الاهلي، عقد ممتد مع النادي الاهلي. هنا بقى بداوا عشان ما بنشوفش وما يعرفوش الناس عندها ايه او اصاباتها كام، فيبداوا يخمنوا او يبداوا يرموا بذور الفتنه والخلاف في ملعب النادي الاهلي او بين اللاعبين في النادي الاهلي. قال لك ايه خبر هنا، يدرس مسؤول النادي الاهلي الابقاء على عمرو جمال مهاجم الفريق في الموسم الجديد حال فشل محاولات ضم مهاجم اجنبي جديد. هو كان اساسا فراطه في عمرو جمال، كان مش فراطه في عمرو جمال، لكن الاصابه هي اللي كانت بعدت عمرو جمال. قال لك وليشارك عمرو جمال مع الاهلي الموسم الجاري بعدما تم قيده في القائمه خلال يناير الماضي، حيث استبعده لاسارت المدير الفني للاهلي من حسابات تماما للاصابه طاره ولاسباب فنيه طاره اخرى. كنا بنتكلم النهارده يعني خبر كان عن ايمن حفني، شيء بشيء يذكر، يعني ايمن حفني كان ايمن عبد العزيز يتكلم عن ايمن حفني، قال لك كل المدربين الاجانب بيجوا على ايمن حفني في الزمالك ما بيلعبوش ايمن حفني. هل ده خطا في كل المدربين الاجانب ام خطا في ايمن حفني؟ انا ما بقولش مش اللوم هنا على عمرو جمال، لا، عمرو جمال انت لعيب عايز تثبت نفسك، اتمرن، اعمل اللي عليك، دوس على نفسك، ارص على نفسك في التمرين، اعمل اللي غيرك ما بيعملوش علشان تظهر. لو لسرت، حتى هنفرض ان لسرت مش واخد باله منك، والقصه مش قصه اصابه وانت محتاج وقت عشان ترجع والتاهيل البدني والتاهيل كل حاجه، تعال على نفسك اعمل اللي ما بيعملوش غيرك عشان تظهر، تقول لسرت انا مش قصه لسرت عايز يكسب، لسرت عايز يفضل، لسرت عايز يحقق بطولات زي اي مدرب يختار التشكيله اللي تحقق هدفه، بصرف النظر بقى عن الاسم او الكلام ده كله، اللعيب اللي هيحقق له هدفه هياخده هيضمه. قال لك ورغم ان عمرو جمال الملقب بالغزال تلقى عده عروض محليه وخارجيه خلال الفتره الماضيه، ورغم ان الاتجاه الاقرب في الاهلي كان يطالب بالموافقه على انتقال اللاعب لاحد الانديه التي طلبته، الا ان اعضاء بلجنه التخطيط لقطاع الكره في الاهلي اوصوا مؤخرا بالابقاء على عمرو جمال في الموسم المقبل، وترى الاصوات التي ترغب في الابقاء على عمرو جمال انه من الافضل على عدم التسرع في الموافقه على احد العروض التي تلقاها المهاجم الشاب على الاقل حين وضوح رؤيه بشان نظام مهاجم جديد للفريق في الموسم المقبل، بجانب تحديد موقف وليد ازارو المرشح للرحيل عن النادي الاهلي في الصيف. النادي الاهلي عنده فراوده كتير، يمشي ولا ما يمشيش وليد ازارو؟ النادي الاهلي عنده مروان محسن، وليد ازارو،
ممكن جونيور اجاي جونيور بيلعب ناحيه اليمين ولا ما نعتبروش فيرويد يا عم. عندهم صلاح محسن، صلاح محسن، مروان محسن، وليد ازارو، عمرو جمال. الاهلي عنده فراوده كتير، بس المشكله النهارده يعني الاختيار كل واحد يطلع احسن ما فيه وكل الامكانيات اللي صارت. انا بقول لك انا لو مسكت النادي الاهلي انا كل همي مش هدور على الاسماء، مش هاجي النهارده اقول واحد ده والله احنا شارين واحد ب 150 مليون، شارين واحد ب 120 مليون، الارقام العاليه دي او الاسعار حطوها او الاسم المشهور. لا، اللعيب اللي بيأدي في الملعب، اللي هيأدي فكر، اللي هينفذ فكري وخطتي هحطه، لان انا في الاول عايز اقول عايز اكسب بطولات، وفي نفس الوقت لما احقق بطولات اسمي هيعلى وسعري في عالم التدريب هيعلى. ده طموح كل مدرب في اي مكان على مستوى العالم. فالنهارده يقول وناس تقول لك عمرو جمال مستني مثلا نشوف ما يعملش ازمه الا بعد يشوف النادي الاهلي هيستقر على لاسارتي او مش، لو لاسارتي مكمل عمرو جمال هيمشي. طب لو مش لو لاسارتي مشي عمرو جمال هيكمل، يعني واحد من الاثنين لازم يمشي يعني عشان نخلق ازمه او نخلق اي كلام نتكلم فيه او نقول اي حاجه نقولها يعني. ده بالنسبه لعمرو جمال وبالنسبه لمؤمن زكريا. ناخد بعض يعني التعليقات السريعه كده من واحد زي رضا عبد العال. رضا عبد العال زي ما انتم عارفين حضراتكم ان هو بعد ما يعني باع الزمالك علشان خاطر الفلوس. رضا عبد العال بني ادم مادي مادي مادي، واللي يهمه الفلوس فقط لا غير. وبالنسبه لعالم التدريب ما تاخدش منه اي حاجه، لانه زي ما على صفحته قال لك كل المدربين هقاصين وانا اول هقاص، ده اذا كانت صفحته يعني على تويتر. بالنسبه لرضا عبد العال، رضا عبد العال بيبيع كلام. رضا عبد العال قاعد ربع ساعه هو وخالد الغندور مش عارفين يحطوا خطه لعب، كل ما يحطوا خطه تطلع 10 لعيبه مش 11 لاعب، وشفنا كلنا الفيديو. رضا عبد العال بتاع كلام زي ما بيقولوا كده بالبلد فنجري بق، يحب يتكلم وخلاص، انما تحطه في موقف. طب هو فين في التدريب لما انت راجل لما انت عالم في الاداره؟ انت فين من الاداره؟ انت فين من التدريب؟ انت فين من اي حاجه غير انك بتطلع تخبط في الناس بتتكلم ويقول لك دي صراحه، راجل صريح، راجل عمال يخبط في ده في ده، وبرضه تخبيطه لهدف والمصلحه علشان يتقرب من رئيس نادي الزمالك. هو كده اعلن بعد ما اعتزل، عرفنا ان هو زملكاوي صرف يعني رضا عبد العال، فلازم يكسب مرتضى منصور. عمره ما بيهاجم مرتضى منصور، عمره بيهاجم حد من نادي الزمالك. ليه؟ الزمالك في كلام زي ما بيقولوا ان مرتضى منصور بيطمع الناس قناه النادي الاهلي، عايزين ممكن ترجعوا في اي وقت. رضا عبد العال ممكن يرجع يمسك اي حاجه في الزمالك، ممكن يطلع في التلفزيون يقدم بيستضافوه في اي برنامج خاص بالزمالك، كلها ماديات. فنطلع نعمل ايه؟ نكسب ود مرتضى منصور ونخبط في الخطيب. ما هو ده اللي رايج اليومين دول اللي بيقرب الناس لمرتضى منصور، ان انت تشتم في الخطيب او تهاجم الخطيب. قال لك رضا عبد العال نجم نادي الزمالك والاهلي السابق اتكلم عن الفرق بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. والله عيب عليك، عيب عليك لما تقارن مرتضى منصور والخطيب. قال لك الفارق بين مرتضى منصور ومن رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والخطيب بشان الاداره وطريقه التعامل مع الفريق القروي، قال لك مرتضى منصور افضل كرئيس نادي من الخطيب ولا احد ينكر ذلك. افضل في ايه؟ في انه بيتكلم، قال لك الخطيب ضعيف اداريا والنادي الاهلي اصبح مكشوف للجميع عكس الزمالك، هناك استقرار على المستوى المادي والاداري. مادي مين واسمه ايه ده؟ تركي آل الشيخ ولا بيمولكم؟ انتوا عندكم دخل يعني؟ لو رفع ايديكم، ما هو رفع ايديكم المدرب طار. تركي آل الشيخ رفع ايديه عن المدرب، ما عادش بيدفع، المدرب طار، وشويه كده مش هتلاقوا فلوس للناس تدفعهم. هنشوف انتوا الدنيا مع تركي استقرار مادي واستقرار اداري فين؟ جورج عبد الله جورج وهاني العتال رفع قضيه كل شويه ازمات ومشاكل. بتتكلم ناس مجانين يا رضا بعال، ولا انت بتتكلم انت بتتكلم في عالم ثاني يعني؟ قال لك الخطيب كلاعب هو مثل الاعلى وافضل لاعب في مصر بالنسبه لي، لكن اداريا فشل كل مقاييسه، وكنت متوقع انه هيفشل لانه لا يحب الصدام او الحديث او الدفاع عن نفسه اذا كان على حق. الخطيب على طول الخط على حق، لكن ما بيدافعش عن نفسه، لا بيدافع عن نفسه بكل الطرق القانونيه اللي بيكفلها الدستور للناس الراقيه، الناس المحترمه اللي يتعامل بادميه بانسانيه. مش ملوش في قصه ان احنا بقينا في غابه او بقينا او الصوت العالي او التهزيق او قله الادب او التهديد او الكلام ده، وشفنا كتير يعني. لما طلع هاجم الخطيب مدحت شلبي، لما طلع هاجم الخطيب، الخطيب خد حقه بالقانون وتم دفع غرامه من مدحت شلبي للخطيب بسبب سب وقذف. راجل ماشي بمبدا القانون، احنا في دوله قانون، احنا في دوله كل واحد بياخد حقه بالقانون، مش كل واحد ياخد حقه بالصوت العالي والعالم والغابه اللي احنا عايشين فيها، اللي يطلع يقول لك يا ابن فلانه، يطلع يقول لك ام خالتك عندها مش عارف ايه، خالتك طلعتها من قضيه ايه، خالك كان مربوطه فين، وعمل. ما احناش في الكلام ده، ما احناش في غابه، احنا في دوله. فانت انت عايز الخطيب يطلع يعمل زي مرتضى منصور ويشتم ويسب ويعمل والكلام ده، مش في النادي الاهلي. لكن مرتضى منصور على الرغم من انه لم يمارس كره القدم يفهم امور كثيره ويتعامل معها ولا يترك حقه
حتى لو بيعدي حاجات علشان الدنيا تمشي، لكن بتكون بمزاجه. اما مجد الخليفه فشل بكل المقاييس، ما انتش اعمل اللي تعمله وطبل زي ما انت عايز يا رضا عبد العال، هيجي وقت عليه هينفخك زي ما نفخ الاخرين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.